متابعي قناة روافد من طلاب ومعلمين وكافة الناس، أنا ليندا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج جيل الغد. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كتير بنسمع هذا الحديث الشريف اللي بيحكي عن واحدة من أسمى العلاقات الإنسانية وهي الصداقة. الأصدقاء بيلعبوا دور مهم ورئيسي في حياتنا، ووجودهم بيفرق كتير، خاصة إذا كانت صداقتنا معهم قائمة على الصدق والوضوح والمحبة. وجودهم في حياتنا بيخليهم يأثروا علينا بشكل أو بآخر. يوم ورا يوم حتبدأ تشبه صديقك بطريقة التفكير والتصرف وحتى في استعمال نفس الكلمات والمصطلحات، وهذا بيثبت صحة كلام رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بالبداية. ولو وجود هذا الأثر الكبير لازم نراعي عدة أمور عند اختيارنا لأصدقائنا. أهم إشي بالبداية هو اختيارنا للصديق بيشبهنا وبيشبه طريقة تفكيرنا. لو اخترته من البداية بيشبهك ما حتتغيروا بعدين عشان تتلائموا مع بعض. اختار اللي بيعجبك طريقة تفكيره وتصرفاته وحسيتها بتشبه طريقتك. وجود نوع من التدين والصلاح في صديقك إشي كتير مهم، لأنه أساس حسن الخلق والتصرف. الصديق هو الشخص اللي حتقضي معه أوقاتك وتسلمه شوية من أسرارك، عشان هيك لازم تختار شخص موثوق ومؤتمن وعن جد بحبك وبتهمه مصلحتك. زي ما كنا بنسمع، الصديق وقت الضيق، عشان هيك حاول تختار أصدقاء بيتمتعوا بالعقلانية وشوية من الحكمة عشان يكونوا معينين إلك ويقدروا يساعدوك بأي موقف بيواجهك. الصدق والوفاء في صداقتكم إشي كتير مهم، حاول تختار أشخاص مخلصين. وجود الأصدقاء بيخليك تشعر دائماً بوجود أشخاص داعمين ومساندين، بس ما تفكر إنه الأصدقاء بعددهم أو كترتهم. صديق واحد حقيقي ممكن يغنيك عن 10 مؤقتين ويكون كنز حقيقي لازم تحافظ عليه. ولازم دائماً تتذكر إنه ما في إنسان كامل، مش ممكن تلاقي شخص بكامل الصفات الحلوة. ممكن صديقك يخطئ، ممكن أنت تخطئ، بالنهاية الإنسان خطأ، ولكن صدق المحبة والوفاء ما بيتغير.